التدخل السريع اللي موجوده وقوات الحمايه اللي موجوده اهو بيشغلوا رايحين جايين على الشاطئ. الشاطئ ده طويل اكتر من كيلو تقريبا يعني طويل، وبالتالي في ناس طبعا تصدق جو حر ينزلوا من الشقق اللي مأجرينها، نعمل ايه؟ نروح على الشاطئ. طب ما حضرتك تروح على الشاطئ، الشاطئ ده بتغرق، الناس محتاجه زي ما بقول كده يعني الرعايه الكامله اللي بتقوم بها المحافظه وجهود محافظه الاسكندريه عشان الحفاظ على ارواح الناس. ايه السر في هذا الشاطئ انه شاطئ الموت؟ ست محمد شريف، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا احمد بيه، وشكرا على المقدمه اللي ابديتها سعادتك طبعا من خلال معلوماتك عن شاطئ النخيل اللي اصبح مشكله مزمنه لاهل قريه النخيل ومنطقه العجمي والهانوبيل والمحافظات المجاوره اللي بيجوا يصيفوا عندنا. ليه يا فندم؟ ايه السر؟ اولا احنا في البدايه احب اصحح معلومه، طول الشاطئ ده احمد بيه 1800 متر. يعني 2 كيلو الا حاجه بسيطه. عمليه تامينه انا مش هقدر احمل الامن والشرطه اكتر من كده. بيبداوا من الشروق حتى الغروب. الامن بيامن الشاطئ، بعض الخدمات الامنيه من جمعيه 6 اكتوبر اللي هي مسؤوله عن القريه بالكامل بينزلوا من عندهم، ولكن هذا لا يكفي. احنا فوجئنا طبعا، سعادتك اتكلمت وقلت ان في قرار من النيابه العامه نظرا لخطوره هذا الشاطئ وهتكلم فيها. مش كده في قرار من النيابه؟ في قرار رسمي من النيابه العامه. أيوة. في عام 2020 باغلاق هذا الشاطئ لخطورته على المواطنين والمترددين عليه. اتفضل يا فندم. ده بالاضافه ان قرار الغلق كان بتعليمات السيد رئيس الوزراء، كان كغلق للشواطئ كلها اثناء كورونا. تخيل احمد بيه، انا لازم اعرض الاول عشان تبقى المواطنين عارفه. اتفضل. السنه اللي قبل اللي فاتت اللي كان فيها كورونا اللي هي 2020 تسلل للشاطئ ده ورغم الغلق 42 واحد غريق في سنة 2020، 42 غريق في هذا الشاطئ. معظمهم نزل الشاطئ بالليل من بعد الساعة 1 صباحا و2 صباحا. السنة اللي فاتت اللي هو العام الماضي اللي هو مغلق بقرار من رئيس الوزراء ومغلق بقرار من النيابة العامة، غرق فيه بالليل 38 واحد في السيزون بتاع الصيف. الرقم مهول. انا دي ثاني مره امر على الشاطئ السنه دي. لغايه دلوقتي تسلل لي عدد من المواطنين بالليل في غياب الشرطه وفي غياب الامن، لان الشرطه ما تقدرش تعمل بعد الغروب. خلاص دورها من الشروق للغروب. غرق لغايه دلوقتي عندي 5 واحنا لسه في بدايه الموسم. فده خلاني امر على الشاطئ مرتين. والامر كده لا، احنا يعني عاوزين، احنا خايفين على الناس في ارواح. لما شفنا اعداد الغرفه الخمسه، يعني الجميع من محافظات بعيد عن اسكندريه. الجميع مش من قريه النخيل، لا. الناس اللي مقيمه في قريه النخيل بقت عارفه ان الموقع ده خطر. خليني ارجع للشاطئ نفسه. السر اللي فيه طبعا هو معمول فيه حواجز، 7 حواجز عشان تهدي الامواج اللي كانت تيجي عليه. الحواجز دي اتعملت من حوالي 25 سنه. بمعرفه شركه محترمه اللي هي المقاولين العرب. الحواجز دي كانت تحتاج عمليات تكريك بكل سنه او كل سنتين عشان ما تنزلش لتحت وتاثر تعمل دوامات. هي دلوقتي والاعوام الماضيه الفتحات اللي بين الحواجز دي بتؤدي الى دوامات، بتاخد اي حد يقرب منها بتاخده بتنزله بيغرق على طول. خلينا اقول لك ان حمايه الشواطئ التابعه لوزاره الري على مدار الفتره اللي فاتت بتعمل دراسات على الحواجز دي. الحل اللي فيها ايه؟ خلاص هي اصبحت حواجز بتؤدي الى غرق المواطنين. هل لو رفعناها واتشالت هتكلفنا ملايين الجنيهات قد ايه؟ ملايين عشان نشيلها. ولا هل نكمل باقي الحواجز دي ونسد الفتحات اللي بينها؟ كل دي امور علميه انا ما اقدرش اتكلم فيها ولا سعادتك تتكلم فيها. لكن احنا اللي يهمنا يبقى حل، يا اما يتحل مشكله الحواجز بالرقع بالكامل او تتصلح. او المواطنين، رجاء المواطنين المحافظات المجاوره ما حدش يقرب من الشاطئ ده لحد ما نلاقي له حل، لغايه ما نشوف طبعا الحل. دي السنه الثالثه اللي بنعلن في كل القنوات الفضائيه وفي برنامج سعادتك
محدش يقرب من شاطئ النخيل. انا اللي خلاني نزلت النهارده ان عرفت من السوشيال ميديا وان بعض الاسر نزلت بعد العصر من 3 ايام وكان العدد كبير وعملوا مشاكل مع الناس اللي واقفه تمنحهم وكان ربما هيحصل تعديات وتعدي. فده خلاني عشان انا يعني بروح عشان نوضح للناس وننبه الناس في مصر كلها شاطئ النخيل شاطئ خطر لا يجب الاقتراب منه. وكويس ان النهارده بنتكلم مع حضرتك في البرنامج ان احنا برضو بنوضح للناس للسنه الثالثه على التوالي ممنوع منعا باتا ان اي حد ينزل. هل في سيادة المحافظ انا شايف ناس واسر في بعض الشقق اللي هي في العمارات اللي هي موجوده وحضرتك ماشي، هم دول يعني سكان المنطقه ولا ناس جايين مصطفين؟ دول اهل قريه النخيل والناس دي اهلنا. والناس دي اتظلمت على مدار ال 20 25 سنه اللي فاتت يا احمد بيه والقريه بتاعتهم اهملت اهمال كامل وصل بيها شايف صوره الشاطئ غير لائق نهائيا. ده لا شاطئ ولا شوارع، انا شايف كده المنظر اللي قدامنا ده لا شاطئ ولا شوارع ولا شوارع. وعانت اهلنا عانوا من الاهمال هناك. ازاي مكان زي كده على البحر بالشكل ده مهمل؟ ازاي اتساب كده؟ يعني هي دي حاجه خاصه؟ يعني حاجه خاصه؟ انا طبعا الشاطئ النخيل قريه النخيل بالكامل قريه خاصه تابعه لجمعيه 6 اكتوبر التابعه لهيئه التعاونيات التابعه لوزاره الاسكان. اهلنا هناك على مدار ال 20 25 سنه اللي فاتت اعانوا كتير. الشوارع كلها اتكسرت مفيش اصلاح ليها. الشبكات بقت متهالكه، المرافق متهالكه. الجمعيه على مدار ال 25 سنه اللي بتدير المنطقه بالكامل كان فيها مش بتهم الجمعيه حاليا، لا على مدار 25 سنه كان في نوع من الاهمال اساء للمقيمين هناك واساء لشواطئ النخيل. شاطئ النخيل ده لو تذكر ان كان اللي بيدخل شاطئ النخيل ده بيكون راح افضل مكان وافضل شاطئ في اسكندريه. نعم. لكن الحواجز دي اتعملت بدون دراسات وادت الى حالات الغرق بالمئات دلوقتي على ال 10 15 سنه الاخيره بالمئات حالات الغرق، وده امر يعني يزعلنا كلنا. معلش انا اسف، حضرتك بتقول تعمل من غير دراسات، يعني ايه بعمل يعني بعمل حاجات من غير دراسات بالشكل ده وفي الاخر نتيجتها بدل ما انا عايز احمي الناس انا بكون سبب انهم يغرقوا؟ الشواطئ دي الحواجز دي لما اتعملت يا احمد بيه اتعملت بشكل كويس وتركت بينها المسافات والفتحات دي. لكن بمرور الوقت بيحصل حاجه زي دوامات رمليه تحت الارض ادت الى فراغات بين الصقور. دي ادت الى دوامات اللي هي بتؤدي الى غرق المواطنين. ده من الناحيه الشكل الاداري اللي انا بتكلم فيه اللي سمعته من الباحثين. لكن النواحي العلميه والجوانب العلميه اللي بيتم فحصها من خلال هيئه حمايه الشواطئ دي هم اللي مختصين دي وهم اللي اعلنوا عنها. سيادة المحافظ النهارده بنتكلم على ناس واهالي وناس ساكنه وفي الاخر عنده شاطئ قريب من 2 كيلو، يعني شاطئ ما شاء الله، ولكن في الاخر هو مش عارف لا يعني ينزل الميه. خليني اقول لك يا احمد بيه، احنا اهل النخيل واهلنا كلهم الموجودين هناك وعوا الدرس تماما وفهموه، وعشان كده لا هم بينزلوا بس بينزلوا على جانبي الشاطئ سواء على اليمين او الشمال. في شواطئ امنه جدا موجوده على اليمين وعلى الشمال بينزلوا فيها. هي شواطئ مؤجره بس اسعار الدخول اسعار بسيطه ما فيهاش مش مغالى فيها 5 جنيه و10 جنيه وحاجات زي كده. الشاطئ الخاص بيهم اللي احنا شايفين صورته دلوقتي اللي هو كان يعتبر الاجمل بالنسبه للشاطئ هو ده اللي فيه مشكله. المحافظات المجاوره واهلها بيجوا مش عارفين مش واضحين شايفين ميه جميله وشاطئ جميل وفاضي فبيروحوا نازلين. فاحنا ادينا بنتابع وبنعلن للمواطن ونقول له خلي بالك والامن بيبذل جهود غير عاديه في هذا الامر. ولكن تخيل الناس بتنزل الساعه 2 الصبح يا احمد بيه، الساعه 2 صباحا بينزل البحر زي شاطئ النخيل. امر مستغرب بالنسبه لينا. المنطقه دي فيها يعني ده انا شايف كده لا فيها خدمات ولا شيء ولا فيها حتى يمكن ما اعرفش فيها كهرباء ولا فيها ميه ولا ما اعرفش. يعني حضرتك لما رحت النهارده وزرت المنطقه دي
احمد بيه لا الشاطئ جميل جدا، وفي عدد من الكافيهات موجود في بدايه مدخل الشاطئ، بس هي الصوره مش موضحه. الشاطئ ولكن الاهمال وعدم وجود نقول زبون بينزل الشاطئ ادى لان الجمعيه نفسها بتهمل الشاطئ. نعم. لكن الشاطئ ممتده للمياه والكهرباء وجميع المرافق موجوده فيه. طب الجمعيه دي ما حدش بيقول لهم يا جماعه انتوا سايبين الناس كده ازاي؟ يعني حتى مش هيعمل الشاطئ على الاقل يعمل له شارع، ينظف له الشارع، البيوت اللي احنا شايفين منظرها ديت، حد يعمل لهم خدمات، يحسن لهم خدماتهم. لما دي مسؤوليه حضرتك يا فندم ولا مسؤوليه الاسكان؟ اولا مسؤوليه جمعيه 6 اكتوبر قريه النخيل مسؤول عن قريه النخيل، ولكن انا كمحافظ لا، انا مسؤول عن اسكندريه كلها بالكامل وما اقدرش انكر. وده هذا الامر خلاني من حوالي 20 يوم 25 يوم نزلت شركه نهضه مصر مشكوره جمعت، كان المنطقه او القريه جمعت فيها كميات قمامه بشكل غير عادي. جمعنا عشرات الالاف من القمامه لقريه من قريه النخيل. ويعني مش عاوز اقول مكلفه ملايين الجنيهات على نفقه المحافظه. وهو المفروض ان ما يبقاش على نفقه المحافظه، المفروض ده من حساب الجمعيه. جمعيه 6 اكتوبر اللي هي يتبع ليها الشاطئ ويتبع ليها القريه بالكامل. نعم. ورغم ذلك بقول لك لاني انا مسؤول عن كل مواطن في اسكندريه. مظبوط كده. نزلنا نهضه مصر لها شهر شغاله 24 ساعه. احنا في اليوم الواحد كنا بنجمع اكثر من 6000 طن من هذه البقعه الصغيره جدا. نعم. وتحملت نهضه مصر معايا كل التكاليف اللي هتدفعها المحافظه. ده عشان ننظف المدينه من اللي بيحصل جواها. المدينه بتضم حوالي 500,000 مواطن يا احمد بيه. رقم امر كبير جدا طبعا. انا مش هسيبها، واقف معاها وواقف مع الناس اللي هناك الى النهايه. نعم. طيب سيد المحافظ، النهارده بنتكلم على حاطين نظام تاميني، تامين مشدد، ان احنا في الاخر بنقول للناس لو سمحتوا حفاظا عليكم، ما حدش يروح شاطئ النخيل، ما حدش ينزل ميه لا بالليل ولا بالنهار، ما حدش يقرب المكان ده، خطر، الناس بتغرق، ما حدش يروح. لافتات اعلنا بيها على معظم انحاء الشاطئ، الشرطه والامن موجود كل يوم، في عدد من الامن الخاص بالجمعيه بيكون متواجد، وده انا شفته بعينيا بالفعل. ولكن يعني الشاطئ بطول 2 كيلو الا 200 متر ما اقدرش امنه بالكامل. وبعد كده الناس من القرى او المحافظات المجاوره بتيجي عندها استعداد انها تعمل مشاكل، هنزل انا هنزل وانا المسؤول عن نفسي. نعم. وعندنا فيديوهات بتسجل هذه المخالفات. نعم. بتسجلها موجوده في اداره السياحه والمصايف، يعني فيديوهات بتسجل الناس جايه وتزعق وهننزل يعني هننزل. يعني احنا دينا من خلال برامج بنوضح، ومن خلال اللافتات بنوضح، ومن خلال الامن المتواجد هناك بنوضح، ثم ماذا نفعل بعد يعني؟ لا الناس كمان لازم تبقى خايفه على نفسها، يعني انا ما هو انت مش كل واحد هتقول له خلي بالك، ما هو عارف انه في ناس بتموت وناس بتغرق، والمنطقه النهارده بقت خطر، اللي هينزل ما بيرجعش، واحنا مش عايزين حد يموت بصراحه ولا يغرق. الشاطئ والبحر على وضعه الحالي اخطر مما يتخيل المواطنين، شكل الميه جميل والشكل الموج هادئ، ولكن مجرد ما بيوصل نقاط معينه الدوامات بينزل بيه على طول. فاحنا يعني بنكرر التحذير. طيب هل وزاره الموارد المائيه والري قالوا لحضرتك الدراسات تخلص امتى، في خلال قد ايه، ومن امتى بدانا نتكلم على ان الحواجز دي هنعالجها ازاي الازمه اللي موجوده ديت؟ بص احنا الحواجز دي معموله من 25 سنه وبدات اثرها وتعمل مشاكل يمكن خلال ال 10 سنين او ال 11 سنه اللي فاتت. وده اللي خلى اعداد الغرقه في الشاطئ كل سنه بتزيد. يعني 10 سنين مش عارفين نعالج الموضوع؟ انا زي ما بقول لساعتك انا 10 سنين بشكر حضرتك بتقول لنا على المعلومات، لكن 10 سنين مش قادرين نعالج أنا الموضوع. انا بتكلم في حقائق. لا انا هقول لساعتك حاجه.
هذا يعتبر كان شاطئ خاص بقرية النخيل، وهي اللي حطت المسؤولين في الجمعية، هم اللي كلفوا شركة المقاولين العرب تعمل الحواجز اللي هذه الحواجز المائية. نعم. نعم. والكلام ده زي ما بقول لسعادتك من 25 سنة. لما الحواجز المائية دي بدأت تعمل مشاكل وبدأت تؤدي إلى غرق، الجمعية كانت الحواجز دي كلفت ملايين الجنيهات، وأعتقد إنه أكثر من 30 مليون جنيه. الحواجز دي عشان تشيلها أنا ممكن أعمل دراسة، بس الجمعية أصلا ما تقدرش تتكلف لإزالة هذه الحواجز أو الإصلاح، لأنه ممكن يكلف أكثر من 70-80 مليون جنيه عشان نشيلها؟ إحنا عندنا علماء. لا، عشان نصلح. عشان نصلح؟ لأن أنا قدامي حاجتين، أزيلها بالكامل وأشيلها، ولا أزود عليها وأقفل الفراغات اللي بينها عشان أقضي على الدوامات. ده أمر علمي. ولكن إذا كان الأمر ده إزالة ممكن يكلف 40 مليون تقريبا. طب إذا حبينا نزود ونكمل الحاجز عشان ما يحصلش الدوامات ونعمل عمليات تكريك، ممكن يكلفني 70-80 مليون. الجمعية لا تملك هذا المبلغ، والجمعية ترغب في أيضا الربح عشان تصرف على القرية، ينزل بتسمح بنزول المصطفين، تحدث حالات الغرق. هو ده الأمر الموجود. يعني والله لو من الشاطئ ده واتعملت والفلوس اتعملت والشاطئ ده يتعمل ويتفتح ويبقى فيه محل كافيهات وغيره وغيره، ممكن يجيب الرقم ده في يعني ده شاطئ، بنتكلم على شاطئ حاجه جامده جدا اهو. طب خليني اقول لك ان الحقيقه يعني سياده النائب احمد بس جني رئيس لجنه الاداره المحليه بيبذل جهود غير عاديه في هذا الامر. وانا التقيت به في لجنه الاداره المحليه في مجلس النواب عده مرات، وحضرت عده لقاءات بخصوص القريه كلها بالكامل، وان تعود القريه بالكامل للمحافظه. وهناك توصيات صدرت في الجلسه الاخيره ان تعود القريه دي للمحافظه. انا كمحافظ ايوه لو رجعت للمحافظه انا لازم يبقى في اجراءات. اولا لازم يبقى في اجراءات استلام وتسلم قانونيه عشان انا استلم القريه بالكامل واتحمل مسؤوليتها، تبقى مسؤوليتها في رقبتي. بمعنى ان انا هستلم يا احمد بيه نص مليون مواطن زياده على مواطنين اسكندريه. نعم. دول محتاجين مني خدمات ومرافق وميه واتمامه وكل المرافق اللي بيحتاجوها بقت خاصه بالمحافظه. ده طبعا هيمثل عليا عبء مالي. نعم. لازم يكون هناك في تنسيق عشان الخطه الاستثماريه بتاعتي، عشان اقدر انا اتحمل واقدر اعمل معاهم. ايوه. اللي بعمله لازم تزداد الخطه الاستثماريه بتاعتي وتزداد الميزانيه بتاعتي وتزداد الفلوس اللي انا هاخدها من وزاره الماليه ووزاره. ما فكروش يعملوا طب حمام سباحه للناس بدل الناس رايحه مش عارفه تنزل بحر ولا تعمل حاجه، يعملوا حمام سباحه في حته الارض الفاضيه ديت مؤقتا؟ والله فكره جميله مش كده بتقولها، وانا باحيلها. الناس صعبانه عليا والله. انا باحيلها للجمعيه. ولكن من ضمن المسؤوليات اللي انا لازم اكون يعني بحق ربنا انا مسؤول عن المواطنين، لا انا مسؤول عن اهل النخيل، ودخلت مش عاوز اقول لك مئات سيارات النقل محمله بالقمامه خدناها على مدار 20-25 يوم اللي فاتوا دول من المدينة عشان تبقى نظيفة وشايفها بالمنظر ده. طيب دلوقتي لو يعني لو أنا من أهالي هذه المنطقة أسأل السؤال لحضرتك، هل هيبقى في حل ولا هنفضل كده رايحين جايين محدش ينزل، إحنا جايين نقضي أجازة الصيف مش عارفين لا نشوف نقعد في بحر ولا ننزل بحر ولا حاجة، هيبقى في حل إن شاء الله؟ أولا لازم أقول لك أنا كمحافظ. نعم. أقول لك إحنا مسؤولين عن كل المواطنين. نعم. وانا بقول لك اكيد ان شاء الله هيبقى في حل، ولازم نحل مشكله قريه النخيل عشان دول اهلنا، ولازم يستمتعوا بالبحر ويعيشوا فتره المصيف الاربع شهور. احنا لينا جوله مع حضرتك الشهر الجاي ان شاء الله، وانا في وهنروح النخيل يا سياده المحافظ علاوه اهو، وهكون انا في انتظارك. خلاص نروح النخيل كمان نشوف الناس ونشوف المنطقه ديت. وانا بحيي حضرتك بشكرك سياده اللواء محمد شريف محافظ